السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا لكم على الاستضافة. بدأت فكرة هذا المركز الخليجي للوقاية من أمراض ومكافحتها في قمم الخليج السابقة، وعززها في رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، واعتمدت هذه الرؤية في قمة الرياض في عام 2015، وتضمنت الرؤية بشكل أساسي تأسيس مرصد إقليمي لمراقبة انتشار الأوبئة على غرار المراكز العالمية مثل المركز الأمريكي للوقاية والمكافحة وكذلك المركز الأوروبي للوقاية من أمراض ومكافحتها. بعد ذلك بتوجيه من أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصحة وكذلك معالي الأمين العام بدول مجلس التعاون، تم تشكيل فرق عمل من المختصين بوزارات الصحة، وكذلك استعنا بكثير من بيوت الخبرة الدولية وكذلك هيئة الصحة العامة في المملكة العربية السعودية، ووضعنا عدة دراسات ومقارنات لأفضل نموذج عمل لهذا المركز الخليجي للوقاية، والحمد لله تم وضع الخطة التشغيلية والتنفيذية والأساسيات لإنشاء هذا المركز والميزانيات التشغيلية والإدارية وكذلك الأثر المتوقع لهذا المركز، والحمد لله اليوم نحتفل بتدشين هذا المركز. نعم أستاذ سليمان، يعني هذا المركز هو مهم لوزراء الصحة إذا تم تدشين هذا المركز. سؤالي هو كيف سيكون دور هذا المركز في حال كانت هناك جوائح يعني صحية لا سمح الله كما مر يعني كما مرت علينا بها عبر جائحة كورونا؟ جائحة كورونا وغيرها من الجوائح والأمراض المعدية هي من أهم الأعمال والأساسيات فيها إنشاء هذا المركز. فالأمراض المعدية سيكون هناك أعمال محددة من خلال التأهب والترصد والاستجابة لهذه الأمراض. فالمركز سيركز بشكل كبير على الأمراض المعدية من خلال الترصد، من خلال الكشف والتسجيل والإبلاغ والتحليل لهذه الأمراض، ومن ثم التأهب من خلال التدريب وتوفير الموارد البشرية وكذلك المواد المستعملة للحد من انتشار هذه الأمراض، وكذلك تأتي بعدها الاستجابة للحد من انتشار هذه الأمراض المعدية في دول الخليج. والحالة الطوارئ الصحية هي من أهم ركائز عمل هذا المركز إن شاء الله، بالتعاون والتنسيق مع الهيئات الصحة العامة في دول مجلس التعاون الخليجي، هيئة الصحة العامة في المملكة العربية السعودية، وكذلك وزارات الصحة في دول الخليج. إذن سيكون هناك أستاذ سليمان يعني تبادل للمعلومات من خلال هذه المراكز التي تحدثت عنها، المراكز الصحية في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي. كل الشكر والتقدير لمدير عام مجلس الصحة الخليجي الأستاذ سليمان الدخيل، شكرا لك.